مع استمرار الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يزداد وضع الاقتصاد التركي تأزما، الأمر الذي قد يفرض على أنقرة التوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية بحسب محللين. متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت إن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في الأسواق. وأضافت المتحدثة أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن، وأكدت أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب. ورفعت تركيا الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية ومنها السيارات والكحوليات والتبغ إلى المثلين، ردا على الإجراءات الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب. وأدان البيت الأبيض مضاعفة أنقرة الرسوم الجمركية على واردات واشنطن. وتصاعدت التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وسط احتجاز تركيا لقص أمريكي وإجراءات دبلوماسية أخرى، وهو ما أسهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد، إذ فقدت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وذلك بفعل المخاوف بشأن تنامي نفوذ الرئيس التركي على الاقتصاد ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.